اليوم اغلبيته عم يضرب نوعي ما بين الوسط والسيئة للأسف. ليش؟ السعر. اليوم أنواع البوارع عم يجي صاد أوروبي وعم يجي صاد صيني، صيني أول وصيني ثاني. الصيني الأول كويس، الصيني الثاني آسي. البضاعة الأوروبية دقمة، البضاعة الأوروبية دقمة، ما بتعرف ايش بيطلع فيها. عشان تجينا البضاعة شغل فرنسا، شغل السويد، اليابان، هلا شغل أوكرانيا، هلا عم يجيبوا لنا من أين بضاعة ما بعرف، والختم اللي بدهم إياه بيحطوا عليه. هذا الشيء شو سبب للمصلحة؟ سبب أذى إلنا للناس، يعني إلنا بضاعة بتكون سيئة بيطلع العمل سيء. كان مثلا تجينا الصاجي مثلا طري، يعني تجي مثلا ايام قاسي بتلاقي فيها مثلا اسابيع صعب بالدق، وايام تجي بتلاقيها طري مثلا بتكون جيده بالدق. يعني هلا بتجي مثلا بضاعه المبولدي هي قاسي، من اول ما تجي فيها النار بتعجن نوعيه الاهتراء، بصير الواحد مرتين وثلاثه بوري، يعني بالنهايه بتاثر على الجيده. لا والله السميكي أكثر شيء مطلوبين، لأني مشان تحمل معنا السنة كلها، هاي البضاعة الخفيف ما بتحمل السنة كلها. ليش ما عم تشتغل السميك يا أخوي؟ عم نشتغل، بس في ناس ما معها حق بور السميك. البور الخفيف حقه 20 ورقة، الأسمك 25، الأسمك 35 حسب السوق. انا عم بجي على المعمل مشان اخذ المادي باقل من يعني بسعر الطبيعي، لانه عم يتحكموا فينا جماعه المحلات والتجار. قديش برا البوري وقديش هون؟ برا عم بيقولوا ب 22 ليره 25 ليره، عم بيقولوا هون ب 12 ليره. في بضاعه جودتها ممتازه، في بضاعه جودتها رديئه. انت انا واحد بتعرفه بنحب الجوده الكويسه، بس ولكن المصاري ما في. والدي صاحب هذا المعمل، أسسه من سنة 84، ونحن تدريجيا أخوي اللي كبير نزل أول واحد على المحل، بعدين أنا بعد فترة نزلت معه. كنا قبل ما نقطع الدراسة كنا يعني أيام مواسم بوري عند أبوي، بعد دوامنا المدرسة كنا ننزل هون نشتغل على الماكينة أنا وأخوي الأكبر مني. ومع الأيام نحن استمرينا مع الحجي عشان هذا الموضوع ونشتغل معه، وهلا بالإضافة نضاف علينا أخوي الأصغر هلا ساعده كمان معنا بيشتغل بهالمعمل. بالنسبه هالموسم هالسنه افضل من السنوات السابقه، يعني لقينا اقبال منيح من التجار، من الزبائن المدنيه اللي بتوافدوا للمحل ياخذوا مثلا طلبهم يرتاحوا لطلب هالمحل، يعني محل عمره 40 سنه، يعني الشوارع المدني بيعرف هالمحل هون قديم، يعني ما نريد انشاء جديد.